فهمت السطه. مباشره بعد ما جات الحكومه بواحد مشروع قانون كتقول بان غتعلم فيه التلاميذ يتكلموا باربع لغات حيه، ماشي هذه اللي دازت دابا، جات كتبشرنا بالغاء مجانيه التعليم، يعني القرايه تولي بفلوس. اصلا التعليم في المغرب متطور بزاف وتواكب التقدم والتكنولوجيا الحديثه، داكشي اللي الصراحه خاصنا نبداو نخلصوا عليه، يعني من هنا لفوق خلص الا بغيتي تقرا في السكويله. الماترنال غالي تولي مثلا 40,000، التحضيري يولي 100,000 ريال العام، دوبل تزيد واحد 100,000 حدا اخرى، الباك غيولي ب 10,000 درهم ولا دوبل شي غتخلص جوج مرات، ولا سقستي غيضربوك بروسي، تخيل. طبعا حنا ما غاديش نفهموا في هذا الشيء بحال الحكومه الموقره اللي بلانا بها الله، لكن الحريه ديال بصح هي ان المدرسه العموميه في المغرب كتسبب للتلاميذ الامراض والعاهات. الواحد كيصيفط ولده للمدرسه في بدايه السنه بعقله صحيح، كيرجع ليه في اخر السنه نابغه غير هو مفروح وطاير له الفريخ مسكين. هذا غير سبدي القرايه، هذا تليفون، هذا ها ها برزتوك في دماغك ياك، هذا برزتوني تا تنهار ما تريح. 3 زائد 3 اه 3 زائد 3 3، وقلت لك راه غايب فيهم. غبتي ما قريتي ما دخلتيش؟ ولا كنت غايب هاك، واه ما حدش على فين، واحد ناقص واحد، وقلت لك راه كنت حتى هو 6 زائد 4، وقلت لك 6 زائد 4 6 زائد 4 قريتو القران، قريتو القران، سكت ما تلفوش القران، ناسي عليه هذا، ناسي عليه؟ واه مال دابا قولي لنا شي كلمة بالفرنسي يلا. بالي. ها؟ بالي. شناهي؟ بالي. شناهي بالي؟ هي بولا. هي بولا، هاك، شنو الخبز؟ هي خبزة. باش هادي؟ بالفرماج. هادشي بلا ما نهضرو على الشكارة العملاقة اللي تيهزو فوق الدار اللي فيها قنطار، كتسبب ليهم في تقوص الظهر وتدخل فقرات العمود، وكنقولوا حنا مالنا كل جيل تيطلع قصر من اللي قبل منه. هادي لاحظتيها ياك حتى نتايا؟ لاحظتي ولا ما لاحظتيهاش؟ السبب هو الشكاره، ولكن ما تخافش الحمد لله دابا مع هذا الغاء مجانيه التعليم غنتهناو كاع حنا من هاد الامراض والعاهات، لان يعني اصلا المغاربه ما بقاوش يصيفطوا ولادهم كاع للمدرسه، يقطعوا معاها نهائيا. واصلا كاين واحد الفئه ديال التلاميذ والطلبه ما كيمشيو غير بالزز وبالطليب والرغيب، يا ربي يمشيو للمدرسه، عساك دابا ملي غتولي بالفلوس طبعا ما غيمشي حد. قولي يا جولي، علاش كتجي للمدرسة؟ أنا كاع ما كنبغي نجي، أمو اللي كتجيبني. إلغاء مجانية التعليم هذا هو الطنز العكري بعينيه، حنا كتزاد علينا غير 6 دريال مثلا في الزيت وما كنشريوش، مع السك ملي تزادنا نفقات أخرى مع هادشي ديال التعليم والفلوس والحالة، الناس ما غيخلصوش، وحتى اللي غيخلص غيعيش محنسر. هادشي مع العلم انه حتى دابا وراه التعليم ماشي مجاني، علاش؟ حيت اصلا في بدايه كل سنه كنبقاو نخلصوا شلا، بعدا غير دوك المقررات المدرسيه شحال كتخسر على هاد الفلوس، وعندك الالتزامات الماليه، هاد التنابر، هاديك ديال الاولياء التلاميذ والامور اللي ما عمرني ما فهمتش اش كيديروا بها. المهم في الاخر كتخلص كل واحد يخلص واحد الحصيصه في بدايه العام الدراسي، كاينه ولا ما كايناش؟ الحكومه كتقول بانه لا راه حكا هاد القضيه ديال الالغاء مجانيه التعليم راه ما كايناش زعما بالشكل اللي حنا كنتخيلوه، وانها راه غير كاين شي رسوم، يعني شي فليسات اللي غادي تفرضوا على الاسر الميسوره، يعني اللي لبس عليهم هما اللي غيخلصوا على التعليم سواء في الثانوي ولا الاعدادي ولا في الجامعي. واخا سيدي نقولوا هاد الهضره كاينه، ولكن شكون اللي يضمن لنا انه هادشي اللي غيطبق بصح في الواقع؟ شكون اللي غيضمن لنا انه ممكن شي واحد من الناس اللي فقراء يضيع في هادشي؟ وغنعطيها مثال بسيط، كتعرف لابورس خرجت لك ولا ما خرجت لكش؟ لا. علاش؟ باك لاباس عليه؟ كاين بزاف ديال الطلبه والطالبات اللي ما كتوصلهمش هذيك لابورس او المنحه الدراسيه واخا هما ما فحلهمش، يعني كيكون فيه لانهم ما فحلهمش وخاصه هما ما كتوصلهمش، في حين انه كاين شي وحدين لولاد العائلات اللي مرسورين لاباس عليهم، يعني قادرين يصرفوا على ولادهم كتخرج لهم. علاش؟ قولي علاش؟ اجي دابا ندوزو لمساله تعليم اللغات الحيه، عاوتاني ماشي هادي. قال لنا السي العثماني ما غاديش يشد التلميذ الباك البكالوريا حتى يولي كيتقن اربع اللغات، يعني يولي كون كيهضر بالعربيه وبالامازيغيه وبالانجليزيه وبالفرنسيه، اللهم زيد وبارك.
والأوعار من هادشي كله أنهم تيقولوا بأنه سيتم تدريس بعض المواد بالتناوب اللغوي، يعني كاين شي مادة اللي غتبداها بلغة معينة ويمكن العام الجاي تكملها بلغة واحدة أخرى. واللي يسمع اللغة تيقول هنا نبات، أنا أصلا العربية مضرب معاها بزز، وكاين اللي ما تيعرف حتى يضرب الدارجة. المشكلة هي أنه بجوج لغات عصام، غير بجوج لغات اللي كنا كنعرفوا شحال هادي، وطلعوا لينا وزراء ومسؤولين بحال هادو. Non mais monsieur le ministre, ma question est, est-ce que le ministre marocain que vous êtes estime qu'on doit discuter avec le président de la Syrie ? Je suis clair. Vous ne pouvez pas répondre à cette question ? Je suis clair. C'est clair. Can I tell you a joke ? Because they ask one people, one man, what do you think about family code ? He said, ah, family code, oh, for my daughter, it is wonderful. But with my wife, they have been very, very hard, very hard. C'est bien pour sa fille, mais c'est difficile pour sa femme. وانا اقول يا رب بانجليزي دي يا مرسي. وكاين اللي ما سيعرف حتى يقرا بالعربية. وب بلوحات متنوعة ثقافية و ووحدات والواحات وين مذكور ببركها الماء الساحر ومغارة واد بالمغاير. وكاين اللي ما كيعرف يهضر حتى بالدارجه بحال اللي قلت الطيور كيوقفوا الطياره، ولكن هما هذوك التقنيات راه شافوا المارشين اللي ديال فرنسا ديال السلومات اللي طعطا بالمايا المايا المايا المديارات. وكاين اللي ما تيعرف يقرا كاع. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس المحترم، السادة الوزير، هذا التحقيق تنتشر السادة. المفارقة في هادشي كله أنه المغرب كيحتل مراتب متأخرة في ترتيب ديال مستوى التعليم. شنو هو الصرف؟ في الوقت اللي دولة بحال فلسطين اللي كتعيش على واقع الاستعمار والحروب وإلى غيره، محتلة مراتب متميزة في الدول العربية. ورغم هذا الشيء قال لك المغرب تيقدم الدعم والخبرة ديالو في مجال التعليم لدولة فلسطين. وهذا هو اللي تيقولوا ليه الطالب يطلب ومراته تصدق. ياك بعدا فهمتيها؟ يلا نونت سالينا. لا يلا.